حياكم الله. تحرير الاراضي من داعش ووصول القوات الامنيه الى الحدود مع سوريا جعل البلاد تعيش بحاله من الاستقرار الامني، على الاقل على صعيد العمليات الارهابيه، لكن مخاوف المواطنين ما انتهت، لان الخلايا النائمه يمكن ما راح تبقى نايمه، والدليل اللي صار قبل ايام بالنهروان، طريقه التنفيذ اللي تشبه استهداف الزوار بالناصريه، اما القوات الامريكيه اللي طلعت من الباب راح ترجع من المناطق المختلف عليها، اما ضيفنا لهذه الليله السيد حاكم الزاملي رئيس لجنه الامن والدفاع البرلمانية. على طريقه البطحاء والامريكان يعودون من شباك كركوك. مجلس النواب رفع جلسة المخصصة للتصويت على مدى القناعة بأجوبة وزير الاتصالات حسن الراشد إلى إشعار آخر لعدم اكتمال النصاب القانوني وأكد رئيس البرلمان سليم الجبور أن عدم حضور الكتل السياسية إلى الجلسة ليس من مسؤوليته ودعا إلى عقد جلسة استثنائية يوم السبت المقبل لمناقشة قانون الانتخابات رئيسة كتلة إرادة البرلمانية النائبة حنان فتلاوي اتهمت تحالف القوى العراقية بعرقلة انعقاد جلسة البرلمان لإفشال استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي وأكدت أن النواب وقف أحد النواب وقف عند باب القاعة لمنع النواب وأقنعهم بعدم الدخول وتعهدت باستجواب الوزير حتى لو في آخر يوم من الدورة النيابية الحالية كون المسألة مصيرية وتتعلق بالمواطن رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق كوبيتش عرب عن سروره بموقف المرجع على السيد علي السيستاني داعم لإجراء مكا... لإجراءات مكافحة الفساد وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد بالنجف عقب لقاء المرجع السيستاني دعمه للإصلاح الحكومي ومحاربة الفساد وشدد على ضرورة تنفيذ فقرات قانون الحشد الشعبي وإجراء الانتخابات بموعدها بمشاركة جميع الأطراف النائب عن محافظة كركوك محمد عثمان كشف عن وصول قوات أمريكية تابعة للتحالف الدولي إلى قاعدة كيوان العسكرية بالمحافظة وشار إلى أن تلك القوات لعبت دورا مهما في محاربة تنظيم داعش فيما أكد أنها ستكون داعمة للقوات الأمنية بكركوك وتقوم بدعم الدستور والقانون كون المحافظة مدينة ذات تركيبة متنوعة من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والحديث عن كل هذه التفاصيل الأمنية على اعتبار التحركات الامنيه على اطراف بغداد وايضا قضيه عوده القوات الامريكيه وتواجدهم بشكل مكثف في كركوك ينضم مع هنا في الاستوديو السيد حاكم الزاملي رئيس لجنه الامن والدفاع البرلمانيه سيد الزعلان علي حياك الله من جديد سيد حاكم اهم شيء ما بعدك زعلان علي لا راح الزعل ان شاء الله ان شاء الله خير كلك طيبة الله يسلمك خلينا نتحدث على اللي صار بالنهروان التكثيف اللي اللي صار مجرد انه بساعتها انتشرت الفيديوهات يعني الحراك اللي صار بالفيسبوك اكبر من الحراك الاجهزه الامنيه، يعني مم. وكانما قضيه اريد لها ان تسوف بهذه الطريقه من دون ما اعرف التفاصيل اللي عندك الاكبر مو اول حادثه من هذا النوع. نعم،, نعم. بسم الله الرحمن الرحيم تحيه لك والمشاهدين الاعزاء. حياك الله. طبعا شوف هم يعني الارهابيين استخدموا هذا الاسلوب وهو اسلوب يعني ان يجون مسلحين يحملون سلاح رمانات بي كي سي ورشاشه وحزم ناسفه تعرف انت اليوم المجتمع العراقي كله مسلح اعداد هائله مم. من المسلحين فحركه المسلح بالشارع مو شيء غريب يعني يجوز بعض شيء طبيعي انه تشوف السيارات مظلله السيارات بدون ارقام لذلك هذا الامر يجب ان يحد والا تستمر وشفت انت مثلا قضيه سيطره فدك اجوا مسلحين فالناس ما تنظر لهم انه هذول خارج يعني فشي يجلب الانتباه لانه دائما تشوف انت بالشارع مسلحين يحملون سلاح وعسكر وتعتبره يعني هذا معروف عنصر الامن اللي واقف بالسيطره اذا وقف له سياره هذا راح بأسر. من يم خابر عضاب بطلع على مالته صح. وتحولت كل القضيه براس هذا المسكين صح انت يعني هو يكون اليوم تجينا لجنه الامن الدفاع كثير مع الاسف انا اقول المؤسسه الامنيه سواء الداخليه او الدفاع وخصوصا الداخليه يجب ان تسند منتسب مالته بعدين اكو بعضهم يشتكون عليه جهات متنفذه علاقته بفلان جهه بفلان حزب يشتكي عليه انه بيتحاسب العنصر الامني اذا حاسب له مثلا واحد حامل سلاح او هويته اصوليه، نرجع الى قضيه النهروان، أيه؟ النهروان تدري منطقه مفتوحه. مهم. احنا اليوم صارت هاي قضيه يعني بعد تحرير الموصل وانتشار الجيش مناطق واسعه تحتاج لها جيش جرار، تحتاج فرق يعني مهم. كثيره، ولذلك منطقه بين دياله وبين بغداد اصبحت منطقه فراغ امني. قرى المجمع البوزيد والداينيه باتجاه بوهرز طبعا هاي قرى يعني صارت احداث صار بعضها اقتتال يعني بين العشائر نفسها وهاي قضية أن هاي العشيرة بها إرهابي وهاي العشيرة انقتل منها واحد ولذلك تهجرت كل القرى أصبحت فارغة وقبل أكثر من ثلاثة أسابيع لقوا يعني مضافة يعني لقوا أسلحة ولقوا بطانيات نفس ولقوا نفس المنطقة ولذلك كان يفترض أنهم من لقوا يعني هاي إشارة انذار كنت الأجهزة الأمنية تتخذ إجراء سواء قيادة عمليات دجلة اللي هي عندها فراغ أمني او قياده عملات بغداد اللي هي هذه المنطقه محاذيه لها طبعا دياله اليوم هاي الفتره دياله صار بها يعني حركه يعني اعاده اللي نزحوا من, اللي من الارهابيين من الحويجه اللي من سهل حمرين من مناطق اخرى من يعني المناطق الصينيه وبيجي اكثرهم راحوا وين تغلغلوا بالمناطق لجنه الامن والدفاع من يتحدث بهذه الطريقه مقتنع به انت انه يترك فراغ امني لان القوات مشغوله بالحرب على داعش، نعم. هسه صار هذا الفراغ والمفروض نعم. انه التحرير صار بشكل كامل. شوف استاذ هارون هي القصه شنو؟ انت العراق منطقه واسعه. زين. مو معناه انه كل المناطق نمليها جيش. ماكو فلسفه بكل العالم <applause> يعني انت اذا شيراد قد تطوع لازم جيش الشعب العراقي كله لازم يلبس عسكر هو وقف احنا لازم نفعل جانب الاستخبارات بس بعض الاحيان يصير يعني تلكؤ وانا اقول هذا الفراغ الامني اللي صار يفترض ان هاي المناطق الفارغة يصير عليهم مداهمات ومراقبه مستمره اما طائرة مسيره او عمليات دهم وعمليات تفتيش صار, صار سحب لقوات امنيه من هاي المناطق بشكل في مبالغ فيه سحب, فوج كامل كان فوج ماسك لهاي المنطقه <applause> تم سحبه الى يعني منطقه عجيل وعلاس هاي المناطق وانتركت هاي المنطقه هاي وين الخلق صار قيادة عمليات دجله قيادة عمليات بغداد المفروض تنتبه انا اشوف اكو بعض الحد الان هنا اخطاء اكو استقرار بالامن ببغداد صح لو لا؟ مم. يعني هاي الفتره صار استقرار بس لا زال اكو اخطاء يفترض ان تكون قياده عمليات بغداد عندها تنسيق مع قياده عمليات دجله انه هاي من صار بها فراغ امني على الاقل صار عندهم علم واذا صار عندهم علم على الاقل هاي المنطقه الحزام يعني أكو, أكو, مشكلة اكو مشكله ثانيه يعني التقارير اللي طلعت وحتى كادرنا من طلع صور الناس تكلمت على انه صارت مواجهات بين الاهالي اللي عنده نعم. سلاح بالبيت وبين صارت مواجهات وما وصلت التعزيزات للمنطقه. وماكو ما كان كان اكو مجموعه من الشرطه متواجدين مركز الشرطة ومفارز متناثره بعيده من الفوج اللي هو هذا هذا وعندنا طبعا تحفظ على هذا الفوج سواء بعدادة سواء بالضباط اللي غير غير جيدين وحتى المنطقه مشخصه هذا الامر واحنا سبق وان تكلمت مع قائد الفرقه انه يغير هذا الفوج. او يغير بعض كوادر او يعزز قطعاته زين. المناسبه طبعا الاهالي هم اللي قتلوا الارهابيين الاهالي هم اللي صدوا لهم وبعضهم ما كان يتوقع ان دول ارهابيين يعني واحد كان يتكلم يحكي لنا إن الحادث انا شفت يعني التقيت ببعضهم زين. يتكلم يقول انا قلت له ارفع سلاحك عبالي تدري امر طبيعي الناس ترمي اليوم مناسبه فاتحه بكذا مشاجر قال له ارفع سلاحك قال هو راسا سحب رمانه ورمى عليه يعني رمانه علي فخات اللي مو اكو حايط وداخل البيت كان هم من استشهد جيد بصراحتك المعروفه من تحدث انت عضو لجنه من والدفاع بالدوره السابقه صح. والان رئيس اللجنه نعم. كنت كنتوا تتحدثون بالدوره السابقه على انه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه يمنح حضور اي قائد امني للجنه هذا الشيء يتكرر وياكم الان لانه حتى لحد الان بصراحه ما سمعت انه انتم التقيتوا بضابط مسؤول على هذا القاطع. لا لا احنا جاي نلتقي بقائد عمليات بغداد، قاده الفرق، جي. المسؤولين الامنيين هذه المرحله نتكلم بصراحه جي. اكو توافق، اكو تنسيق، اكو ماكو فجوه بين الجهه التشريعيه والرقابيه يعني التنفيذيه اقصد. اليوم اكو تقارب انا من اطلب اي مسؤول امني ابتداء من الوزراء والوكلاء ونازل على مستوى قاده فرق وحتى امري الويه افواج من اطلب من القائد العام للقوات المسلحه الرجل اللي يستجيب مم. هذا س... يعني مرات احنا هاي توصيات شلون نتع... هو شو توصياتكم؟ توصياتنا اكو اكو بها بس مو كل التوصيات بالمناسبه لان تعرف هو هم عده بعض المستشارين وعده لكن لو نقيسها بالمرحله الماضيه المرحله الماضيه يعني الفتره اللي كنا بها انا كنت بها عضو لجنه الدفاع اكو فراغ اكو فجوه بين الجهه التشريعيه والرقابيه ولذلك نشوف الخميس الدامي والسبت الدامي والجمعه جيه. الدامي وقتل ويعني وضع غير شكل اليوم ال... العبادي وضع قدامك انت مناطق ثلث الاراضي العراقيه تم تحريرها بوقته آ... غير قيادات امنيه اللي كتبنا عليهم وتم تغييرهم كثير من القيادات الامنيه تغيرت وبدليل هو شنو الاختلاف يعني بالموصل هم نفس الضباط ونفس الجيش وضح لي بعد ملامح الاتفاق السياسي والتحالف السياسي القريب على عن الانتخابات الجايه. يعني هسه نطلع من الملف الامني. لا لا هو لا مو هذا، انت تبي العبادي بهاي الطريقه، يعني صدق هو حليفكم الجاي. لا هو بالتاكيد احنا داعمين للعبادي، شنو سبب الدعم؟ زين. هل هو لانه العبادي مثلا؟ هو ما مو لانه العبادي، بس لكن احنا دعمنا للعبادي لان خطواته ايجابيه، لأن استطاع ان ينهض بالبلد، ويمكن استطاع يمكن ان يرجع. يمكن شوي لانه اجى بهاي الطريقه بدل بدل نور المالكي. مو لا مو شرط، احنا كان عندنا على نور المالكي زين. كاداء. مو كشخص هو أداءه كان غير جيد ولذلك من اجى بديل مع ان احنا دورتين احنا صعدنا نور المالكي لرئاسه الوزراء زين وهسه اليوم سمحت خلفت من, من انتم لو, لو الكرد صعدوا الكرد يقول احنا احنا لا احنا بيض قبال واحنا كله نجيبه كلها تعرف انه التيار الصدر ما يقوله مقتدى الصدر ينفذ هسه بشكل مباشر انت التقيت بيه زين يعني بشكل مباشر اي من قال انه لا دوره ثالثه لا دوره ثالثه ما حد قال لا دوره ثالثه قل لي اياها القال الكرد مثلا قال هسه مثل اذا ما ربطت بين الامن والسياسه قضيه القضيه المتفاعله صارها يومين من البارحه اليوم قضيه وجود القوات الامريكيه بشكل علني هالمره صارت كوجود قوات امريكيه مو تحالف بكركوك هذا شلون تتعاملون يا امني وراح يحرجكم سياسيا على اعتبار انه انتم الامريكان بالنسبه لكم وضعيتهم صريحه نعم. اولا احنا اي تواجد لقوات امريكيه وقوات اجنبيه بالعراق مرفوض رفض قاطع ولا نسمح بتواجد اي قوات اجنبيه على الاراضي العراقيه اكو مستشارين اقول لك اكو مستشارين وهذا اصبحت يعني اليوم طائرات 1016 طائرات تي 50 دبابات الابرامز مستشارين امريكان اكو بالقواعد الجويه ولادامه والتدريب القوات العراقيه. جيب. وكذلك اكو مستشارين ايرانيين صح مم. لا لا؟ صح فبت... يعني اكو مستشارين تعداد السفاره الامريكيه عدد كبير ومع هذا احنا مت... يعني عندنا تحفظ على هذا التواجد الكبير جيب. واكدنا وانا بوجودك كرئيس لجنه الدفاع ناكد على قضيه الدخول الاجانب اي اجنبي امريكي عسكري مدني وتصور احنا كم طياره وقفناها و وكان مثلا جالبين اموال هاي قبل فتره اجت طياره يمكن كنديه وبها اموال وبها اسلحه وصدرت الاموال والاسلحه وقبلها طائره تشيكيه وقبلها طائره امريكيه ما نسمح يعني دخول اي زين جهه اذا مو بعلم الحكومه ويعني عندهم فيزا وترخيص امني يدخلون للقاعده العراقيه او لل للعراق فتح الحديث عن وجود المستشارين الامريكان انتم ما حتى على عددهم مراضين اللي مراضين. وصل للعشرة آلاف راح يفتح عليكم حتى جبهه ايران احنا اولا ما راضين على التواجد بهذه الاعداد وبهذه الكميه زي. يعني اعداد هائله طبعا اعداد كبيره مهم. وبالتاكيد وجودهم بضرر يعني هذول مو جايين مواطنين عاديين هم أك... اغلبهم اجهزه يعني استخباريه أفتم... أفتم... I. I. يعني هم شنو أه. اي شنو شنو اللي يخليك متاكد يعني انا متاكد أم ما معقوله هاي الدول ما تشتغل بالامزجه والرغبات والعشوائيه هاي دول عندها يعني استراتيج وعندها عندها خطط ولذلك من تجيب تجيب ناس متخصصين بقضيه المتابعه والتجسس وال مع اكو مستشارين بس الاغلب العام طبعا هم يعملون للسي اي اي بهاي الحاله راح يكون لكم موقف هسه ما بت... تقول السي اي اي وهاي المعلومات عندك باعتبارك رئيس اللجنه المعنيه داخل البرلمان بس اللي هسه صار علني بعد يتحدثون عن اكثر من 40 40 سياره تمر بالكركوك كركوك نعم متواجدين بقاعدة جوية بعد جهد. هذه لكن يتواجدون بمعنى شنو بعنوان عنوان مستشارين هذا الموجود المستشارين حين سيارة همر مستشار نعم الحكومة الآن الحكومة متفقة مع الأمريكان متفقة مع الإيرانيين على إن يتواجد مستشارين داخل العراق لكن أقول بعد هذه المرحلة واستقرار البلد م. بالتأكيد لا نسمح بتواجد أي مستشار أجنبي على الأراضي العراقية الجميع يخرج هاي صار هسه هاي خلال هاي الدقيقة أشوفك تتجنب تتكلم عن هذا الوجود الأمريكي بكركوك ليش ليش بالعكس أنا أنا رافض تواجده زين لكن أنا أقول الحكومة عدها اتفاقية الحكومة متفقة على تواجد وحتى أنتوا مداقل قل لك الشريك السياسي جاء تحرجون الحكومة نفسكم الصدري هسه الرافض للوجود الأمريكي جملة وتفصيلا ضميتوها هسه حتى لا تحرجون العبادة أستاذ هارون احنا بالعكس احنا أكثر جهة احنا قاتلنا الأمريكان واحنا محتقلين عند الامريكان مم. ما معقول احنا بيناتنا خلاف وعداء دماء بيناتنا اقول لك ضميتوه عداء العداء ما. الصدري للامريكان دماء بيناتنا انا وكنت انا كنت وكيل وزير احتقلوني دبابات وطائرات واخذوني ودبوني بالسجن سنه ونص بالمحاجر الامريكيه زي. ما معقوله يعني انا اليوم عندنا ود وعندنا تعاون ونتصافح مع لا الامريكان لا ما ود اجلتوه جمدتوه هسه ما جمدنا لكن أي. احنا احنا وياه بالتجميد احنا جمد اليوم. جمدتوه جمتوا لحد ما ترضون تحرجون رئيس الوزراء. لا مو هذه. أه. احنا اليوم بحرب. زين. وبالتاكيد من نخوض حرب ضد الامريكان يعني اكو من يستغل داعش والارهاب يعني احنا مم. الان نقول طالما الحكومه عندها رغبه انه تتعامل مع مستشارين سواء امريكان او ايرانيين او هو طبعا مستشارين كثير من الدول اليوم اكو مستشارين كنديين واستراليين ومن هولندا وكثير من هذه الدول لكن احنا نقول هذا الامر احنا عندنا تحافظ عليه احنا ما نقبل تواجد اعداد كبيره من المستشارين ما نقبل ان يكون اعداد يعني 5000 موظف بالسفاره الامريكيه، وهذا موقفنا ثابت ما يتغير، جي. سواء كان موجود العبادي او المالك او غيره. يعني انا والمشاهدين راح ننتظر من موقف مغاير بعد الخلاص، خلاص انتهينا، اعلن عن تحرير العراق بشكل كامل، ممكن يكون لكم موقف من عندهم؟ بالتاكيد موقف التيار الصدري، موقف سماحه السيد مقتدى الصدر م. واضح من التواجد الامريكي، لا يسمح بتواجد امريكي وبالتاكيد سيكون موقف. راح ارجع نفس القضيه موقفكم هذا اللي اذا كان بقوه التيار الصدري ضد الامريكان اللي عارفين راح تحرجون شريككم المستقبلي اللي هو الدكتور العبادي شريكنا يعني قريب على هذا التوجه ما اعتقد العبادي اليوم يقبل بوجود احتلال في البلد ويعرف نتائج الاحتلال والتواجد الامريكي زين. بكثره شنو نتائجه احنا يعني من كان عدد الجنود الامريكان 140 الف جنينه خراب ودمار بنيه تحتيه وقتل وخطف وشركه بلاك ووتر اللي قتلت الكثير من العراقيين مم. كل الامور هاي مثبته عليهم جيد. ولذلك احنا ما وجه... تواجدهم يضر بمصلحه الشعب العراقي مم. احنا نسعى على اخراجهم لكن اليوم قد اليوم احنا ساكتين او ما مجابهين لانه احنا نخوض حرب مع الارهاب وجاءوا بحجه اليوم عندنا طائرات اف 16 عندنا طائرات مختلفه وجاءوا بحجه انه مستشارين وانديم إدامة الأسلحة والمعدات والأكبر من هذا ما أعرف مدى صحة الحديث على أن الأجواء العراقية مسيطرة عليها بشكل كامل من التحالف الدولي يعني الأمريكان يعني هم طبعا أكو تحالف دولي موجود بالأجواء العراقية أكو أكو فرق آه بين, بين موجود لو بالفعل ما مسيطرين لا مسيطرين على الأجواء العراقية مسيطرين أوه. بس هل أنه الطائرات العراقية ما عندها سماحية لا الطائرات العراقية تتحرك بشكل طبيعي طائرات ال 16 والسيخوي طائرات الشيكيل ال 159 زين وكل الطائرات كذلك السمتيات اليوم اكو حريه بس اكو داخل الاجواء العراقيه اكو تنسيق بين الطيران العراقي والطيران الامريكي او التحالف الدولي. بعد هاي التجربه تماسك وياهم هسه ما راح اتحدث عن كونك الدوره السابقه انت عضو مجلس وعضو عضو لجنه الامن والدفاع الان كرئيس وبالواجهه تحركاتك كانت بين طيله الفتره اللي راحت. بعد قراءة راح تقبطون اربع سنوات شلون شفت التعامل القائد العام بعد ما الغى المكتب مع كل الوزراء اللي موجودين يعني هسه من اشوف انه تحرك وزير الدفاع مو مثل تحرك قياده العمليات والصلاحيات اللي عندهم وزير الداخليه نفس الحاله وزير الداخليه استقال اللي قبل محمد الغبان بسبب الصلاحيات اللي ممنوحه حاله. تعتقدون انه كانت القضيه منطقيه او استمرت من الدوره السابقه؟ هسه هذا راح اتكلم عن تقييم رئيس لجنه الامن والدفاع. احنا بالمناسبه جايين نعد ورقه تقييم الاجهزه الامنيه خلال اربع سنوات سواء للداخليه، جي. للدفاع، مخابرات، امن وطني. لجنه الامن والدفاع عاكفه على اعداد ورقه اصلاح الاصلاح القطاع الامني، راح اشخص الاخطاء في الوزارات الامنيه، جي. ولذلك هو جزء من نتكلم عن هسه نتكلم بموجز بخصوص جي. مكتب القائد العام السابق ووجود اليوم رئيس الوزراء او القائد العام للقوات المسلحه اللي مكتبه جدا صغير مجموعه من المستشارين العسكريين ومو بذاك العدد الكم الهائل من ذاك شنو قدموا مثلا مكتب القائد العام جابونا ضباط وقيادات امنيه مترهله مفسده ما قدمت شيء البلد ادت الى سقوط الموصل ادت الى سقوط ثلث الاراضي العراقيه بداعش وكاد ان يسقط العراق بسبب هؤلاء الذين ذبوا رتبهم واهانوا الجيش العراقي في الموصل احنّا قدرنا نعيد هذه الهيبه الآن، العباده عادها بمكتب صغير ما اعتمد على قيادات كبيره ومترهله، بدأ يغير واهتم بالجيش العراقي، اهتم بالمؤسسه شنو شنو ممكن الضمانات اللي تعطى الناس انه الجيش اللي انسحب بهاي الطريقه بال 2014 ما راح يرجع ينسحب لا سمح الله ويا اي خلل او خرق يصير بهاي بهاي الصوره؟ ضمانات بالقائد. القائد كل ما يكون مهني وحكيم ويحترم المؤسسه الامنيه ويحترم قراراته بالتغيير، يعني مو اني أجيب لك قائد وياثر علي فلان الحاشيه والقضيه قضيه كانت شنو؟ قضيه انتخابيه، جي. يجيب هذا الضابط يحسب حساب انه هذا الضابط قائد الفرقه وقائد العمليات ايش قد راح يفيدني بالانتخابات، جي. يعني القضيه كان محسوبه انتخابيا، العباده ما يحسب انتخابيا. في ذكرت من ضمن المؤسسات اللي راح ترفعون بها التقييم لاربع سنوات <applause> الامن الوطني والمخابرات. يقال والعهد على القائل انه انت الانتخابات الجايه ما راح ترشح لأن انت الانتخابات الجايه لو مستشار الامن الوطني لو رئيس جهاز المخابرات من يقول ما يتو... بعد بعد لما تجي للانتخابات الف عمامه تنقلب ما زين. تعرفوا من نظام الحياه باكر شنو آه. فما ان شاء الله يعني. السلامه بس اكو اكو ما لا اي شيء ما مطروح بهذا الجانب زين انا ما عندي يعني مو كلش متحمس قضيه تدخل انتخابات اصير وزير ما اصير وزير يعني مم. احنا ما انخلقنا حتى نكون يعني مسؤولين او وزراء زين هسه هذا هذا مو <applause> براجل للقصقصه اذا ما طبعًا. اذا ما شملتوا بيها احنا احنا بالنسبه لامر السماحه التسعين بالتاكيد يعني مطاع بس ممكن ممكن الدوره الجايه اكو يتحرك على هذا الموضوع او عندك نيه اما مستشار الامن الوطني اما رئيس جهاز المخابرات لا ما عندي بعدين يعني هو الامر يعني. مو بيدي يعني حتى اقول زين. لك انا نية أو رغبة <applause> يعني أكو جهة يعني إحنا نطيحها ونأتمر بأمرها إذا دخلت يعني ارتعت منصب معين فبالتأكيد وإذا ما ارتعت احنا يعني نعمل هاي <applause> هاي الدورة قاب قوسين من وزارة الداخلية يعني بعد هاي ما صارت <applause> زين نتفاهم علي نتفاهم علي كلش مهمة بالنسبة لي زين بل أنا وجودي في لجنة الأمن الدفاع أهم من لو كنت في وزارة الداخلية كان هسه أنا أحد الوزراء المقالين زين إيه لا وعلى متهمي يخلوك باللجنة ويخلصون من وجودك بالمؤسسة التنفيذية باللجنة أحسن زين خليني ما أعرف شنو معلوماتك عن القضية همنا مرت بتأويلات قضية النقيب مرافق القائد العمليات الثاني المسؤول على ملف كاركوك وإختياله بهاي الطريقة أثار شبهات ما أعرف عندك معلومات عنه تواصلت يعني أنا يعني أنا قبل ليش تأخرت عليك صح لو لا زين. تأخرت عليك أنا كنت يعني من طلعت طلعت من الفاتحه مال نقيب احمد الخيقاني م. وذهبت الى مدينه الصدام كان اكو مناسبه فاتحه مال احد الشهداء جي. وطبعا التقيت بوالدهم وفاتحه واهله وقدمتهم العزاء لانه اولا من ضباط الكفؤين والضابط الذي رفع العلم العراقي في مدينه كركوك بالتاكيد احنا اليوم ما تقدر تحكم على قضيه قضيه قتل قضيه جنائيه جي. انا اكدت على وزاره الداخليه وخصوصا التحقيقات يعني وكاله الاستخبارات ان تحقق وتعطيني نتيجه بالحادث لانه هذا حادث يعني مو حادث عرضي قتل نقيب وبهذه الطريقه بالتاكيد لازم نعرف خلفيه هذا الحادث واسباب هذا الحادث اليوم القضيه استاذ هارون مو بس هذا النقيب انقتل وهذا اليوم اكو حالات خطف حالات تهديد للتجار حالات ابتزاز حالات كثيره تحدث في يعني في بغداد ولذلك يجب اليوم احنا بغداد شهدت استقرار امني ماكو خروقات امنيه ما عدا حادث النهروان لكن مع هذا يجب ان نتوجه لجانب الجريمه المنظمه داخل بغداد يجب ان نحمي الناس وهذه اجراءات وزاره الداخليه يجب ان تكون اجراءات حازمه ورادعه وتسند منسوبي من, من تحدث تحدث انه وزاره الداخليه ما بديها شيء ليش ما بديها مو اسمعني انت شوف مو احنا اكو جانب هسه وزاره الدفاع وزاره الدفاع وزاره الداخليه كل واحد عدة اجراء صح قياده عمليات بغداد هي قياده العمل العسكري والامني لكن انت م. وزاره الداخليه بها مكافحه الجرائم بها مكافحه المخدرات جي. انت مرات بعض الاحيان المفروض طبعا اكو تداخل لا زال احنا جايين نفكك هاي التداخلات م. لازم انطي كل الصلاحيه لقائد العمليات ليش انه ما حق لا وزير الداخليه ولا وكيل وزير الداخليه ولا اي مسؤول ينقل اي ضابط من ضباط مثلا مكافحه الجرائم او مكافحه المتفجرات او مكافحه المخدرات او وكاله الاستخبارات حتى يقدر يستثمر القائد الاعلى وهو قائد العمليات كل الاجهزه الاستخباريه والامنيه <applause> لما تكون الملف الامني بيد العمليات هذا واجب العمليات لا نقل تعبوي ولا اداري لما تكون القياده بالداخليه هي تقوم بهذه المهمه اليوم اكو تداخل اليوم اكو تنقلات اليوم اكو ترقيق لبعض الوحدات العسكريه قائد العمليات بعض الاحيان قد ينقل ضابط من المخابرات او الداخليه او الامن الوطني ما يدري بقائد العمليات بلقاء أكبر رمضان قلت لك هواي دافعت عن قياده عمليات بغداد وهذا الكلام ما كنت تسمع زين من طلعت من, من من عرض اللقاء قال لي انه سيد حاكم عنده نفوذ داخل قياده العمليات لا ما لها علاقه شنو النفوذ يعني ما كنو ما لها علاقه نفوذ انا اليوم وزاره الداخليه مو وعلاقتي جيده بالوزاره سابقا قد تكون اكو تشنج لكن احنا نعمل بمهنيه انا اليوم من أدعى يعني اجيب قائد عمليات لازم اعطيه كل الصلاحيات حتى يكون قادر على اداره الملف والنجاح باكر من يصير وزير الداخليه هو يعني الملف بيد وزاره الداخليه بالتاكيد اسند وزاره الداخليه أه. مو مهمتنا انه هذا يعني الحديث عن وجود قياده عمليات في بغداد هي المشكله مو بي بالشخوص اللي يقودون هذا متضبط. القياده انت انت شنو فائده انت تقود قياده لكن أه. الضباط بها مو زينين العناصر اللي تشتغل بها غير جي... جيده جيده أه. لذلك النقل لا يجوز الا موافقة قائد العمليات زي. لا يجوز نقل ضابط ومنتسب الا ان يوافق قائد العمليات أه. اليوم هذا ما جاي يصير جاي يصير شنو وزير الداخل ينقل وكيل وزير الداخل ينقل قائد الشرطة ينقل وبالنسبة لقائد العمليات يتفرج هو يستثمر هذا الجهد الأمني لكن عندما تترقى قطعاته يضعف وجوده ينقلون الضباط الكفو معلوماتكم عن البيع والنقل بهذه الطريقة بيع المناصب يعني لا زالت الأجهزة الأمنية بها فساد واضح وبدليل يعني احنا ما له نهينا الفساد بشكل كامل وهذا يحتاج اليوم فضائيين موجودين وإحنا طالبنا أكثر من مرة حتى نقضى على الفضائيين سووا نظام البديل أنت تعرف اليوم الفوج تعدادة 500 ال 500 من يجي واحد يحاسب 250 يكون موجودين هذا نظام البديل 50 يعني ياخذ 10 بعشرة 10 جازة يعني مم. محمد بديل كاظم مم. غير هذا العمل؟ اكو قيادات توصل وتوهم القائد العام لقوات المسلحه انه هذا تاثر على الوضع الامني، تعال شوفوا الشرطه الاتحاديه ليش جنودها ومنتسبيها مرتاحين؟ لان نظام بديل، ودقينا على النظام البديل في الدوره السابقه يمكن تتذكر مم. الى ان تم تنفيذه. شلون شو علاقتكم كلجنه برئيس الوزراء اللي هو القائد العام؟ جيد جدا. يعني علاقتنا اكو رسائل، اكو تليفون، اكو تواصل، اكو اجتماعات. يسمع و... من عندكم؟ يسمع من عندنا، الكتب اللي نرسلها له يعني اجابه سريعه وايجابيه، بعدين احنا ما عندنا مصلحه مو هي المشكله هنا، لا هو عنده مصلحه هو ما عنده حقد يعني عقد باتجاهنا جي. او عنده مثلا يريد يفرض وجوده جي. هو يسمع من عندنا انا من اعطيه راي ايجابي اقول له هذا القائد فاشل او هذا القائد مرتشي او هاي الخطه غير صحيحه وارسلها الى برساله او ارسلها بكتاب رسمي يتخذ بها اذا شاف انه رايي صحيح جي. بعدين انا جاي اقدم له استشاره بدون مقابل شنو ليش ما يقبلها؟ اها اي ليش؟ هاي هذا ما متعلم عليه كان بهذا الهدوء استشاره بدون مقابل اي ما يعني ما مطلب هذا معقول انت بالتعامل وياهم؟ لا هسه هسه جيد احنا جي. سابقا شنو اللي خلانا؟ يعني انت مثلا شوف ضابط غير جيد، ضابط إيه؟ مفسد وكل العالم يشير على ان هذا الضابط غير جيد ومن نقول طبعا بالمناسبه من اتكلم على ضابط واقول هذا الضابط غير كفو هذا الضابط غير جيد ####راسا أنه هذا <applause> يرقى ويحصل على المنصب وبالنتيجة هذا هو اللي يسبب الخرق الأمني... زين أنا يعني حتى بدينا متأخرين حتى أتجاوز هذا الموضوع يعني بهاي الحالة احنا بديناها بقضية الضابط اللي يختيل أمام منزله... منزلة عندكم بعد عندكم شكوك عليه انه القضيه ممكن تكون مريبه مو قضيه ضابط او او قضيه شخصيه. طبعا بالتاكيد اليوم اكو طبعا هو اكو بغداد بها كثير من الخفايا واكو لا زال اكو خلايا نائمه، اكو لا زال اكو من يريد يخلط الاوراق باعتبار أن هذا رفع العلم العراقي باعتبار اكو ايادي استهدفته، لكن احنا ما نقدر نتكلم بال يعني رجما بالغيب، يجب ان نستند على حقائق على وثائق، اكو كاميرات صورت وتمسح بها و تحولت الى وكالات الاستخبارات ننتظر ان يحللوها وتخرج الافلام انا اتابع شخصيا هاي الحاله واهله يعني استنجدوا بينا وساتابع التحقيق وان شاء الله نطلع بنتائج جيد احنا ننتظره من عندك الحشد الشعبي دوركم به وهسه انت باعتبار لجنه امنيه والحشد الشعبي الحديث بعد خلص انه هو جزء من المؤسسه نعم. الامنيه نعم. انتم اهدأ ناس ممكن بالحديث عنه عن مستقبله، لانه انتم تقول ما عندنا مشكله احنا الفصيل اللي هو سرايا السلام وضعيتهم بينه راح طلبنا من رئيس الوزراء اذا يستفاد من عندهم يدمجهم ما طلب من عندهم راح خلص نسحب سلاحهم وكل من يرجع لوضعيته السابقه. مستقبله مجهول، اليوم تقريبا بهاي الايام صار سنه على اقرار قانون الحشد الشعبي من دون نتيجه. معنيين بمتابعته لو انتم خلص القضيه السياسيه عندكم ما تريدون تصدرون قيادات للواجهه. هسه أن انا صدري لو رئيس لجنه الدفاع. اثنيناتهم. انا بالنسبه لي كرئيس أه. لجنه من الدفاع وكعضو بكتله الاحرار بالتاكيد احنا نعتبر الحشد الشعبي هو إلى فضل كبير على العراق. ونحن جزء من هذه المنظومه وعندنا اكثر من 5000 متطوع ضمن يعني يستلم راتب من هيئه الحشد الشعبي وعندنا اكثر من 10000 ما يستلم راتب ويعمل مجانا للعراق يعملون في سامراء ويعملون في كربلاء مع هذا احنا صار فتره كبيره 5000 اللي يستلمون راتب 5000 يستلمون راتب 10000 مجانا يعملون للعراق هذه جوز ما يعرفون بها كثير انت ما استوعبتها اي احنا احنا نعم ات... ما استوعبتها 10000 عتوا 10000 مقاتل بدون راتب عندنا 10000 مقاتل بلا راتب يعملون مجانا مه. للعراق دول يعني مو انا قلت لك سيد انا قلت لك إيه؟ انتم مسيطرين لانه راح تقول إحنا سيد إحنا دعا مقتدى دعا انه اللي يريد يستفاد من عندهم رئيس الوزراء خليه يدمجهم والبقية إيه؟ راح يرجعون صح ولذلك احنا ساندين للحشد الشعبي ومؤيدين وحتى سمعت سيد في خطاباته بعضهم قد يتكلم كلام مو سيد السيد ساند للحشد الشعبي مو ضده لكن هو كلش حريص على ان يكون هناك قانون وهناك نظام يحدد حركه الحشد الشعبي جي. سلاح الحشد الشعبي مقرات الحشد الشعبي ما معقوله انت تبقى كل واحد رايته وكل واحد سلاحه وتتحرك بعض الاحيان انت يجوز يعني تستغل من داعش انه يجون بهيئه حشد بهيئه سرايا بهيئه عصائب بهيئه نجباء، كتائب بدر غيرهم يلبس هاي الملابس ويدخل مثل ما حدث مثلا خروقات متكرره جي. يجب ان نحدد هذا, هذا بالمقابل ما راح يسمحون لقارة الحشد انه يستخدمون كل هذا اللي صار ويحققون اصوات بالانتخابات لا شوف كل واحد الى جمهوره كل واحد الى جمهوره اليوم لو شو تسوي انا احنا جمهورنا واضح وجمهور مثل بدر واضح وجمهور العصاب واضح وجمهور النجباء واضح وجمهور يعني الفصائل القاتله كل واحد جمهوره واضح هي مو قضيه انه هذا لكن اكو بعض اكو بعض السياسيين حاول ان يركبوا الموجه وما ما له علاقه بال يعني حتى بقضيه الحشد زين. انه يجير هذا الدماء اليوم الحشد انطى 8000 شهيد اليوم الحشد انطى اكثر من 15 ألف جريح زين. عدد كبير من المجاهدين اللي قاتلون وما يستلم راتب بعضهم 250 بعضهم خل... ألف بعضهم 500 ألف بس مو تجيرة أنت الحشد هاي الدماء لأجل الانتخابات خلاص سيدك بأمان هسا أنت من تتكلم تقول أنا كرئيس لجنة من الدفاع وكصدري نعم هذا الدمج ما ما تنكرت عنه ولا قلت انه خلاص احنا راح ندمج يعني ندمج قسم من سرايا السلام لا ج لا ساتكلم عن عن وجودك ايه؟ لكن ال القيادات اللي طلعت وخيرها استقاله احمد لسدي الناطق باسم الحشد الشعبي ايه؟ استقالته وايقالته سيبعدها من بينه ايه؟ من تحدث بهذه الطريقه بالفعل راح انزع المقاتلين عن الولاءات واللي صاروا ويا الحشد الشعبي تغيير المسميات من الفصائل الى ألوية للامانه راح اقدر هاي القضيه لو رح تبقى والطرف الاخر راح يبقى يعاني من عثة والله بهذه الطريقه وبهذه المرحله صعبه تغير لان كل آه. واحد ولاءه كل واحد ولاءه لمسؤول لكن اكو طريقه يجب ان تستخدم اللي هي احنا وين رئيس الوزراء انه اليوم الحشد كان يكون عدد الموجود اللي ياخذ راتب 122 الف واللي اللي عدد الحشد المسجل 152 يجب ان تعلن الاسماء يعني هسه مو نعلنها بشكل عام للاعلام ولا تعلن من خلال هيئه الحشد الشعبي انه يابا هذه الاعداد فلان وفلان وفلان, وفلان وهاي اسمائهم وراتبهم تصير عن طريق كي كارد يعني بالمصرف بالبنك شو تريد تقول يعني, يعني اريد اقول اقول اذا هارون بالحشيد يروح زين. هارون يستلم راتبه من المصرف الفلاني زين حتى شنو؟ زين عندهم فضائل هسه ما نقدر نقول فضائيين او مو عدم فضائيين بس عندهم احنا ماكو شيء هو صافي 100% ماكو شيء صافي لانه احنا اخي العزيز اكو من يريد يستثمر هاي الاعداد حتى هذا يعني اطلع من الجانب السياسي حتى لا يستغل الجانب السياسي زي. اخلي ولاء للدوله ولاء للدوله شلون ولاء للحكومه شلون من خلال ان الراتب ياخذه من ايد الحكومه من المصرف العراقي زي. اما انا اخذ مال ال5000 واوزعها عليهم باكر ذولا ابطل هذا وافصل هذا وعين هذا بالنتيجه ما الدوله ما عندها سيطره عليهم مو اقول لك قلقين من عندهم مو قلقين بل حريصين على ان يصل الراتب للمجاهد مم. مو يصل الراتب الى جيب السياسي زين خليني اشكر حضرتك سيد حاكم الزامي رئيس لجنة الدفاع البرلماني شكرا إليك. والتواجد لك والتواجدك يا رغم ما انت زعلان علي شكرا, شكرا. لك أنا شكرا لكم مشاهد الكرام حلقتنا انتهت موعدنا يوم الاحد مع السلامه